بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين بقى الجمال؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض الكبسة. الكبسة دي طبعا أكلة سعودية، بس أنا هعملها بلمسات مصرية، بلمساتي أنا. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا. اعمليها بالطريقة دي وإن شاء الله بإذن الله هتعشقي كده طعمها، وهتعمليها على طول في كل وقت. كل ما يبقى عندك لحمة هتعمليها. يلا تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. اول حاجة انا هسلق اللحمة. في ناس بتعملها من غير ما تسلق اللحمة الاول، لا انا هسلقها الاول. الطريقة دي بتريحني جدا وبختصر في الوقت وبتبقى حلوة جدا معايا. هسلق اللحمة الاول، ودلوقتي هعمل الرز. شوفوا بقى التكة بتاعتي في الرز البسمتي. بجيب ليمونة كده واعصرها عليه وادعكها بيه، ادعك الرز بالليمونة تمام بعصير الليمونة. معلش بقى الليمون مايل بخته اليومين دول. لما تدعك انت الرز بعصير الليمونه دي بجد هيخلي الرز حلو قوي معاكي. انتوا عارفين الريحه اللي هي بتاعه الرز البسمتي اللي بتبقى ريحه، يعني ريحه كده وطعم، تحس فيه حاجه اسمها جخاره كده. هي دي الليمونه دي هتزلك الموضوع ده كله وهتخلي الرز طعمه جميل جدا معاكي تمام. بعد ما تدعكيه كله بعصير الليمونه، همسكه بقى اغسله تحت الميه غسله حلوه كده محترمه، ونقعه شوية في مية تمام. ده كله قبل ما اسويه على النار. هغسله واشطفه كويس، ونروح بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا ده كله اللهم صل على سيدنا محمد. اللحمة قربت تستوي على النار ان شاء الله. في وقت تاني هقول لكم ازاي اللحمة، يعني بسلق اللحمة هوريكم برضو طريقة سلق اللحمة تاخدي منها احلى شوربة تمام. ادي اللحمة انا سلقتها وجبت معلقة كبيرة كده من الزبدة او السمنة البلدي، لو متوفر عندك سمنة بلدي، انا متوفر عندي زبدة بلدي، وحطيت معلقة كبيرة ونزلت عليهم باب ايه، نزلت عليهم بالليمون الناشف، عود كده حلو من القرفة، وكم حباية كده من جوز الطيب اللهم صل على سيدنا محمد، وحبهان وورقة اللورة. اشوحهم شويه كده في السمنه بتاعتي، وبعد كده انزل باللحمه اللي انا سلقتها. في ناس بقى بتعمل بيحط اللحمه في الخطوه دي ما تكونش مسلوقه وتزودها ميه كده وتسويها، لا انا بحب اسويها الاول وبعد كده بسقي الرز بالايه بالشوربه تمام كده. يعني بعد ما حطيت جزء من البهارات بتاعتي، انا ما حطيتش البهارات الناعمه على فكره، انا حطيت البهارات الحاصه بس تمام. هنزل بقى عليهم باللحمه وابتدي ان انا اشوحهم كويس. في الوقت ده هكون بشره بصلايه كده حلوه كبيره محترمه. هنزل بالبصلايه على اللحمه اهي. البصل بتاعي احمر على فكره زاد على اللزوم، عشان كده هو لونه ايه بنفسجي كده معايا. وابتدي اشوح البصله مع اللحمه كده ومع البهارات، وبعد كده هنزل ببقيه البهارات الناعمه. يبقى انا حطيت بهارات البهارات الكبسه اللي هي ايه اللي حطيتها على السمنه البلدي، حطيت ليمون ناشف تمام، وقرفه وجوز الطيب وحبهان وورق لورا تمام. ده اللي هيخلي على فكره الكبسه حلوه معايا، خلي الرز كده طعمه حلو. وهنزل بعد كده بالبهارات بقى الناعمه اللي هي بابريكا وكركم وفلفل اسود طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. انا مش هحط ملح لان الشوربه عليها ملح، يعني هزود شويه صغيرين لان هزود جزء شوربه وجزء ميه تمام. يبقى انا حطيت بهارات لحمه، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد كركم وكاري وفلفل اسود تمام كده، وحطيت كمان شويه قرفه صغيرين من القرفه الناعم. وبعد كده هزود الميه والشوربه نص، انا زودت نص المقدار ميه ونص التاني شوربه تمام كده. وعلى فكره الرز البسمتي بيكون مثلا كوبايه رز بسمتي عليهم كوبايتين ميه او كوبايتين من السائل، لو هتحطي مثلا شوربه كوبايه شوربه كوبايه ميه كده، المهم كوبايتين سائل على كوبايه الرز البسمتي تمام. بعد ما الميه غليت معايا، طبعا اللحمه مستويه مش هتحتاجي يعني ان انا اسويها في الميه، لو انت حطاها في اللحظه دي ما تكونش مستويه هسيبها بقى تستوي في الميه بتاعتها وبعد كده تحط الرز. هي طبعا اللحمة مستوية معايا، فانا بمجرد ما تغلي المية هنزل بقى بالرز اللي انا غسلاه ومنضفاه تمام كده، واحط بقى زود على شوية الملح بتوعي. وعامله حساب طبعا ان اللهم صل على سيدنا محمد ان الشوربة هنا عليها ملح تمام.
هغطي عليه لغاية لما يشرب كده ميته. وادي برضو بعد ما اشرب ميته شوية، وده برضو كمان اهو بعد ما استوي كمان شوية، يعني فاضل حاجة بسيطة ويستوي. خلاص استوى، غرفناه في الطبق. شايفين بقى جمال الطبق؟ احلى كبسة دي ولا ايه؟ الطعم بقى والريحة حاجة كده خيال بجد، حلو قوي. جربوها بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. اظن الطريقة سهلة جدا، يعني اي حد ممكن يعملها، ما فيهاش اي مشكلة خالص، تمام. ومش هتخافي من اللحمة لانك انت سلقاها قبل ما تحطيها، يعني انت سلقاها ومظبطاها، فمش هتغيب معاكي خالص 10 دقايق وانت بتسويها مع الرز، تمام. في ناس بقى تعمل صلصة تاكليها جنب الكبسة كده، ان هي تكون بخل بليمون بكده، بس احنا ما بنحبش الصلصة معاها. احنا بنحب ناكل ايه معاها؟ بنحب ناكل معاها اللبن الرايب او الزبادي. جربيها انت بقى، جربيها كده باللبن الرايب والزبادي وانت بتاكلي كده اللحمة مع الرز ومع اللبن، بجد طعمه خرافة كده. طبعا انت ممكن تقولي ايه العك ده، بس جربي قبل ما ما تنتقدي، تمام. يا ريت بقى اللي تعجبها وصفة النهاردة تضغط لايك، ولو انت مش مشتركة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.